استنفر إعلام المصارف بعد ادعاء غدا عون على بنك أنطون الصحناوي SGBL بتهم تبييض الأموال، واستخدم هذا الإعلام كل عدة الشغل يلي بيعرفها ووصل لحد التهويل من الحرب الأهلية. لنتذكر كيف بدأ هدم لبنان في حرب السنتين، أليس من خلال هدم القطاع المصرفي؟ فأيهما أكثر ضرراً يا ترى؟ تدمير البلد بمدفعية ميشيل عون العشوائية في نهاية ثمانينات القرن الفائت، أم تدمير القطاع المصرفي اليوم بمدفعية قرارات غادة عون الاعتباطية؟ تاني سلاح سحبوا إعلام المصارف سلاح تخويف اللبنانيين من الجوع والأزمة اللي هن فيها أساساً، كأنه المصارف عم تحميهم من الجوع ومش هي من يلي تسببت فيه. مطلوب اللبنانيين ما يقدروا يستوردوا طحين لياكلوا، ما يقدروا يستوردوا أدوية، ما يقدروا يستوردوا محروقات. وتالت سلاح كان سلاح ودايع الناس يلي سرقتها المصارف نفسها. انت اليوم اذا ادعيت على هذه المصاري اكبر خاسر هو المودع، لانه المودع راح مصريته نهائيا. حقا كان الله في عون لبنان واللبنانيين على غدا عون.